سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل بعد سردنا لتعاريف ومصطلحات التي ذكرناها سابقا. محاضرتنا الثانية علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية، ما هي المشكلة الاقتصادية؟ يرتبط جوهر المشكلة الاقتصادية بالندرة في الموارد الاقتصادية اللازمة لإشباع حاجات الإنسان المتعددة. بمعنى أن عندنا موارد اقتصادية محدودة ونادرة نسبيا، نادرة نسبيا، ندرة نسبية وليست مطلقة، لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة والغير محدودة. عناصر المشكلة الاقتصادية: مشكلة الندرة النسبية، يقصد بالندرة هنا الندرة النسبية وليست الندرة المطلقة، فالموارد متوفرة وليست نادرة الوجود، ولكن نظرا لزيادة الحاجة فإن هذه الموارد تصبح نادرة بالنسبة للحاجة إليها. يعني إنه نحتاج نحن تصبح إيش الموارد، ما دام إن إحنا محتاجين لها كل يوم تزداد حاجة الإنسان، فتصبح الموارد إيش نادرة بالنسبة لحاجتنا إليها. مشكلة الاختيار: إن تزايد الحاجات وتعددها مع محدودية الموارد النسبي يضع حدودا أمام ما يمكن للفرد الحصول عليه من سلع وخدمات، مما يجعل عملية الاختيار أمرا لا مفر منه. فإن واجه الفرد مشكلة الاختيار وتمكن من اختيار أحد البدائل، فقد اتخذ قرارا اقتصاديا واختيار سلع أو خدمة معينة، إنما يعني التضحية بسلعة أو خدمة أخرى. وتكلفة الاختيار هذه المتمثلة فيما تم التضحية به تسمى أو تعرف تكلفة الفرصة البديلة. المشكلة الاقتصادية كما هو واضح في الرسم، عندنا ندرة نسبية وعندنا كيف نختار، عندنا موارد نادرة نسبية وكيف نختار من هذه الموارد لإنتاج سلع وخدمات لتلبية الحاجات والرغبات الغير محدودة، وتتمثل بالنشاط الاقتصادي والموارد الاقتصادية المحدودة، ونستخرج منها عوامل الإنتاج المتمثلة في العمل والتنظيم والأرض ورأس المال لإنتاج السلع والخدمات، ومن ثم تبادل وتوزيع السلع والخدمات ثم استهلاكها لإشباع الحاجات والرغبات الغير محدودة. النظمة الاقتصادية لحل المشكلة الاقتصادية، ولا بد من الإشارة إلى أن من المهام الرئيسية لعلماء الاقتصاد هي دراسة وتفسير الطرق المختلفة التي يمكن لمجتمع ما أن يجيب فيها عن الأسئلة التي وردت سابقا. وهناك ثلاثة أنظمة اقتصادية معاصرة: نظام الرأسمالي، ونظام الاشتراكي والذي أفل، ونظام المختلط، ونظام اقتصادي غير موجود، النظام الإسلامي. سنتناول بإيجاز مواجهة المشكلة الاقتصادية في النظم الاقتصادية المختلفة. يختلف دور النظم الاقتصادية في مواجهة المشكلة الاقتصادية من زاويتين رئيسيتين، هما: الأولى تتعلق بالأهداف الاقتصادية من حيث درجتها وأهميتها، الثانية تتعلق بالوسائل والأساليب التي تتبع لتحقيق تلك الأهداف. فنبدأ بنظام الاقتصادية الرأسمالي، اقتصاد السوق، ويتم فيه
تخصيص الموارد عن طريق جهاز الأثمان، وأهم الأسس والخصائص التي يقوم عليها الحرية الاقتصادية، وتتمثل الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج والثروة، حرية الإنتاج، حرية الاستهلاك، الاعتماد على حافز الربح في توجيه النشاط الاقتصادي تلقائيا دون تدخل الدولة. النظام الاقتصادي الاشتراكي يتم تخصيص الموارد بواسطة الدولة بحكم امتلاكها لوسائل الانتاج، وأهم الأسس التي يقوم عليها ما يلي: الملكية العامة لوسائل الانتاج وأدواتها للدولة، التخطيط القومي الشامل، تقييد حرية الفرد منتجا أو عاملا أو مستهلكا. النظام الاقتصادي المفترض يجمع بين عمل جهاز الأثمان وقدر من التخطيط المركزي، وكثير من دول العالم تطبق هذا النظام بدرجات مختلفة. النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على الأسس والمبادئ العامة التي تشكل المقاصد العامة للإسلام لكل ما هو ضروري لحماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وترتبط بتحديد أهم جوانب المشكلة الاقتصادية وعلاقاتها المختلفة، وتتمثل فيما يلي: الإسلام لا يقر ندرة الموارد الطبيعية، يقر الإسلام الحرية الاقتصادية والتي تشمل حرية الإنتاج والاستهلاك والتملك، تعدد الملكية الاقتصادية المتعددة على مجموعة من الركائز والتعاليم الإسلامية لتحقيق التوزيع العادل للدخل والثروة. وبالرغم من أن هذا النظام شامل وكامل ولا يتجزأ، لا نجد دولة واحدة من 55 دولة تطبقه، غير أنه بدأ في الآونة الأخيرة من القرن الماضي تطبيق نظام يدعو إلى بعض ما يدعو إليه النظام الاقتصادي الإسلامي، ويطلق عليه نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يدعو إلى آلية السوق والحرية الاقتصادية في آن واحد مع دور اجتماعي فعال للدولة في تصحيح أخطاء السوق. هل الموارد الاقتصادية شغالة بالكامل؟ ثانيا، الإنتاجية المتاحة للمجتمع. ولتوضيح عملية الاختيار التي تواجه المجتمع والتي تمثل صلب المشكلة الاقتصادية، نلجأ إلى البناء النظري، وبعض الافتراضات كما يلي: إن هناك كميات محدودة من الموارد الاقتصادية، وتتمثل في عناصر الإنتاج اللي هي العمل والأرض ورأس المال والتنظيم، وهذه الموارد رغم تخصيصها يمكن أن تدخل في أكثر من استخدام. الموارد الإنتاجية، عناصر الإنتاج. الأرض، مفهوم الأرض في الاقتصاد أوسع بكثير من الأرض بالمفهوم العادي، حيث يقصد بعنصر الأرض كافة الموارد والقوى على سطحها أو في باطنها، والتي تستخدم في العملية الإنتاجية ويسمى عائد الأرض بالريع أو الإيجار. العمل، يقصد به كل مجهود بدني أو ذهني يقوم به الإنسان في العملية الإنتاجية بهدف إنتاج السلع والخدمات، مثل خدمات المزارعين والحارس والمدرس والكاتب والمهندس وعامل البناء والكهربائي إلى آخره. ويقوم أصحاب هذه الخدمات بالمشاركة في العملية الإنتاجية مقابل دخل أو عائد يسمى الأجر، عائد العمل يسمى الأجر. رأس المال، ويقصد به جميع السلع الرأسمالية التي ينتجها الإنسان ويستخدمها في العملية الإنتاجية من أجل إنتاج السلع والخدمات ورفع كفاءة تلك العملية. وتختلف السلع الرأسمالية عن السلع الاستهلاكية، حيث أن السلع الاستهلاكية تنتج للاستهلاك الشخصي مثل المواد الغذائية والملابس والخدمات المختلفة كخدمة الصحة والتعليم، وهي لا تمثل عنصر إنتاج. وعائد رأس المال يسمى في الاقتصاد الإسلامي الربح، أما في الاقتصاد الرأسمالي فيسمى بالفائدة، وهي التي تعرف
الاقتصاد الإسلامي الربا. اختلاف مفهوم رأس المال في الاقتصاد عنه في المحاسبة والإدارة. يختلف مفهوم رأس المال في الاقتصاد عن مفهوم رأس المال في المحاسبة والإدارة أو في الاستعمال اليومي، حيث يستخدم هذا المصطلح الاصطلاح فيها للدلالة على رأس المال النقدي. أما في الاقتصاد فإن النقود تعد وسيلة للتبادل ومقياس للقيمة، ولكنها لا تعد عنصرا من عناصر الإنتاج إلا إذا تم تشغيلها وتحويلها إلى سلع رأس مالية. التنظيم: ينصرف التنظيم إلى الإدارة أو المنظم الذي يقوم بالمبادرة بجمع عناصر الإنتاج والتأليف بينها والمزج بينها بالنسب اللازمة لإنتاج سلعة أو خدمة معينة بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن، حيث يقوم التنظيم بمزج العناصر الثلاثة العمل والأرض ورأس المال بمقادير مناسبة للحصول على حجم معين من الإنتاج يمكن تقييمه بالنقود، ويسمى حينئذ بالناتج، وهو يمثل تكلفة تلك العناصر، حيث يكون الربح أو الخسارة تكلفة التنظيم. أي إن عملية إنتاجية تحتاج إلى منظم، وهو الشخص المسؤول عن إحداث توليفة معينة من عناصر الإنتاج لتحقيق أقصى إنتاج ممكن وبأقل التكاليف، ويعمل المنظم مقابل عائد يسمى الربح العادي. والجدير بالذكر إن أي مشروع اقتصادي صغير كان أو كبير لا يمكن أن يتم بدون هذه العناصر، لا يمكن أن يتم بدون عناصر عوامل الإنتاج. إن المعرفة الفنية أو التقنية ثابتة، فليس هناك اختراع أو تطور تكنولوجي على الأقل في المدى القصير. إن المجتمع ينتج سلعتين فقط أو مجموعتين من السلع للتبسيط. إن الاقتصاد يوظف جميع موارده توظيفاً كاملاً، ويقصد بالتوظيف الكامل الحالة التي تكون فيها جميع الموارد المتاحة موظفة بالكامل دون وجود أي موارد عاطلة أو غير مستغلة. بافتراض أن المجتمع ينتج سلعتين فقط للتبسيط من أجل الفهم كما في الدول التالية: توليفة ألف، توليفة باء، السلع الصناعية والسلع الزراعية. كانت السلع في توليفة ألف السلع الصناعية 7 والسلع الزراعية 0. مجتمع ليس لديه إنتاج زراعي. توليفة باء 6 وحدات إنتاجية، 6 وحدات من السلع الصناعية و3 وحدات من السلع الزراعية. جيم 4 وحدات صناعية و6 وحدات زراعية. دال 2 صناعية و7 وحدات زراعية. ها 0 وحدات صناعية و8 وحدات زراعية. هذا مجتمع زراعي، والأول مجتمع صناعي. يعرف منحنى إمكانية الإنتاج بأنه ذلك المنحنى الواصل بين النقاط المختلفة والتي تمثل كل منها توليفة من الكميات التي يمكن إنتاجها من السلعتين باستخدام جميع الموارد المتاحة للمجتمع، وهو عبارة عن منحنى يبين خيارات الإنتاج التي يمكن تحقيقها باستخدام عناصر الإنتاج المتوفرة لدى المجتمع، وذلك لتحقيق أقصى إنتاج ممكن وبأقل التكاليف. وبناء على الافتراضات التبسيطية لرسم المنحنى، كمية الموارد الإنتاجية المتوفرة لدى المجتمع ثابتة، مستوى التقنية المتوفر لدى المجتمع ثابت، جميع عناصر الإنتاج موظفة بالكامل، يقوم المجتمع بإنتاج سلعتين فقط مثل الطعام والمكائن. فمثلا ممكن ان ينتج عند النقطة 6، ممكن ينتج عند النقطة 5، ممكن ينتج عند النقطة 4، لكن ممكن عند النقطة 3 و2 و1 حسب
كانت في الحالة الأولى، الحالة الأولى في الجدول السابق كان واضح إنه إيش؟ مجتمع صناعي ينتج إيش؟ مكائن، ينتج مكائن. بينما في الحالة السابعة كان مجتمع زراعي ينتج سلع زراعية. طيب هل يمكن أن ينتج داخل المنحنى في جهة اليسار من المنحنى؟ ممكن، لكن بيكون هناك موارد معطلة، بيكون هناك موارد معطلة. هل يمكن خارج المنحنى اتجاه اليمين؟ طبعا لا يستطيع المجتمع، لا يستطيع المجتمع ينتج خارج المنحنى إلا إذا تغيرت أحد إيش القيود التي ذكرناها سابقا، وهي الموارد الإنتاجية المتوفرة. إذا اكتشفنا موارد إنتاجية جديدة أو استخدمنا مستوى من التقنية والتكنولوجيا جديد، أو أضفنا عناصر إنتاج جديدة، أو في هذه الحالة ممكن ينتقل المنحنى بأكمله إلى اليمين، ينتقل المنحنى بأكمله إلى اليمين. هذه هنا تمارين للمراجعة اللي يحب اتجاه جزئي وآخر كلي. التحليل الاقتصادي الجزئي ويعرف بالاقتصاد الوحدي. ايش يعني وحدي؟ يعني انه يدرس الفرد الواحد، المنتج الواحد، المنشأة الواحدة، السلعة الواحدة، السوق الواحد. وهو التحليل الذي يتناول دراسة الوحدات الاقتصادية الفردية في المجتمع، كالمستهلك الفرد والمنتج الواحد الفرد والسلعة والسوق الواحد وهكذا. نطاق واختصاصات الاقتصاد الجزئي: أسواق السلع وعوامل الإنتاج، أسعار السلع، سعر سلعة معينة، سلوك المنتج، سلوك المستهلك. ثانيا التحليل الاقتصادي الكلي. التحليل الاقتصادي الكلي أو التجميعي يرتبط فكرة الشمول والعلاقات الكلية، حيث يقوم بدراسة العلاقات والظواهر الاقتصادية في مجموعها كعلاقة شاملة كلية، بدلا من دراسة عمليات منفصلة بذاتها أو قرارات اقتصادية فردية. أي إن التحليل الاقتصادي الكلي هو ذلك النوع من التحليل الذي يتناول دراسة الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد القومي في مجموعه، بغض النظر عن سلوك الوحدات الفردية في الاقتصاد. وقد كان لكينز أبو الاقتصاد الكلي دراسة التوجه الكبير في هذا الاتجاه، فهو يدرس السلوك الاقتصادي لوحدات الاقتصاد القومي ككل، مثل الناتج القومي والدخل القومي والاستهلاك الكلي والتوظيف والبطالة والمستوى العام للأسعار. هنا نلاحظ ايش الاقتصاد، علم الاقتصاد ينقسم الى الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، يختلفان في المضمون والمنهج. الاقتصاد الجزئي يناقش ماذا ينتج من السلع والخدمات وبأي كمية، كيف ينتج هذه السلع والخدمات، لمن ينتج هذه السلع والخدمات، أي يركز على الجزئيات بكل تفصيلاتها ويهمل الكليات. بينما الاقتصاد الكلي يدرس هل الموارد الاقتصادية موظفة بالكامل أم لا، هل يشهد النشاط الاقتصادي استقرارا أم لا، هل ينمو الاقتصاد بمعدلات كافية أم لا، يركز على المجاميع الكلية ويهمل الجزئية. الاقتصاد الموضوعي يهتم بدراسة وتحليل ما هو قائم في الاقتصاد، ويكون هذا التحليل عادة خال من الآراء الشخصية، وليس له علاقة بالعقيدة والمبادئ التي يؤمن بها الإنسان، فهو تحليل موضوعي ومتوقع، وهو محل اتفاق بين كافة المذاهب الاقتصادية، أي بين النظم الاقتصادية. الاقتصاد المعياري يهتم بدراسة ما يجب أن يكون عليه الاقتصاد، وهو تحليل يخضع للرأي الشخصي ويتأثر بالمبادئ والقيم والعقيدة التي يؤمن بها الإنسان، ولذلك فهو محل خلاف بين المذاهب الاقتصادية المختلفة، لأنه يخضع للآراء الشخصية والمعتقدات وغيرها. اقتصاد ريعي، وهو اقتصاد غير منتج بسبب اعتماده على الريع والمساعدات الخارجية، فعندما تبلغ مساهمة الصناعات الاستخراجية في
في الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما نسبة 25% فأكثر، فإنه يطلق على هذا النوع من الاقتصاد تسمية الاقتصاد الريعي، وتتكل الحكومات في هذه البلدان على الريع كما هو حاصل في الدول النفطية التي تعتمد أساساً على ريع النفط. اقتصاد مغلق، وهو اقتصاد لا يلعب دوراً في التجارة الدولية ولا يتضمن نشاطات خاصة بالصادرات والواردات، يعني أنه للاكتفاء الذاتي فقط. اقتصاد خفي، الاقتصاد الخفي هو مصطلح يشير إلى الأنشطة الاقتصادية السرية، الأنشطة الاقتصادية السرية أو الخفية التي ليس لها طابع رسمي أو قانوني، وهذه عادة تدخل فيها غسيل الأموال، تجارة المخدرات، الأعضاء البشرية وغيرها. القيمة، ما هي القيمة؟ نحن تكلمنا نقول قيمة وقيمة الشيء مش عارف إيش وذا، ولكن ما هي القيمة؟ تستخدم كلمة القيمة كمرادف للسعر، مش كده؟ لكن بالرغم من إن من للقيمة مفاهيم مختلفة في اختلاف المدارس الاقتصادية، فمثلا مفهوم القيمة الاستعمالية هي عبارة عن مقدار المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاك أو استعمال سلعة أو خدمة. هذا من وجهة نظر من المستهلك، من وجهة نظر المستهلك. القيمة الاستعمالية من وجهة نظر المستهلك، القيمة التي يضعها الفرد على السلعة عند استعمالها، عند استعماله لها. القيمة التبادلية الاستبدالية، مقدار السلع والخدمات التي تستطيع أن تحصل عليها وحدة واحدة من سلعة ما أو خدمة معينة في أثناء عملية التبادل، مثل تبادل التفاحة الواحدة بتفاحتين أو برتقالتين ببرتقالتين. القيمة التي يضعها المجتمع على السلعة عند مبادلتها بسلعة أخرى أو بالنقود. إذن القيمة التبادلية تساوي سعر السلعة تساوي ثمن السلعة. حقائق أساسية، السلع المختلفة لها أسعار مختلفة، بعض السلع أسعارها منخفضة وبعضها أسعارها مرتفعة. لماذا؟ سعر السلعة الواحدة يتغير من فترة إلى أخرى، أحيانا ترتفع وأحيانا بعض السلع في أحيان أخرى تنخفض. لماذا؟ تساؤلات في القيمة التبادلية. ما هي العوامل التي تحدد سعر السلعة؟ كيف نفسر التغيرات في سعر؟ من خلال نظرية القيمة، من خلال نظرية القيمة، نظرية العمل في القيمة. وذكر لك أن سعر السلعة يتحدد بكمية العمل المبذول في إنتاجها. سعر السلعة يتحدد بكمية العمل المبذول في إنتاجها. نظرية التكاليف في القيمة، سعر السلعة يتحدد بتكاليف إنتاجها سواء بالعمل أو غيره، المهم ما يبذل في إنتاج السلعة. نظرية المنفعة في القيمة، سعر السلعة يتحدد بمقدار المنفعة التي يجنيها المستهلك منها، وهذا اللي يحدده سعر يحدده المستهلك. أنا قارن المي هذه استفيد منه يعني سعرها 200 ريال، أكثر كذا أكثر من كذا ما بشتريهاش، بشتري بديل آخر، ممكن أشتري أي بديل من أي أنواع. نظرية العرض والطلب، نظرية العرض والطلب يتحدد سعر السلعة يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب عليها في السوق، وهذا إيش؟ النظرية الحديثة التي إيش؟ تحدد سعر السلع والخدمات. أحيانا قد يكون العمل المبذول فيها مش كبير جدا، ولكنها إيش؟ قد تكون فكريا زي إيش؟ منتجات التكنولوجية التقنية، هذه الجهد المبذول فيها قليل جدا ولكنها إيش؟ فكرية أكبر مما هي جهد فيها. وإذا تحدد سعر السلعة بتفاعل قوى العرض والطلب عليها في السوق.